إخواني وأخواتي الكرام، أهلا بكم في جولتنا الاقتصادية، ونبدأها معكم مع وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، التي أكدت بأن الخطة الإنمائية الثالثة 2020-2025 ستشهد نقلة تنموية نوعية مقارنة بالخطة الإنمائية الأولى. جاء ذلك في كلمة للوزيرة العقيل خلال مشاركتها في الاجتماع التعريفي بخطة التنمية السنوية الجديدة 2020-2021. التفاصيل والتقرير الزميلة مروان حرم. مما لا شك فيه بأن أهداف التنمية المستدامة هي مهمة وطنية وتشاركية، هذا ما تسعى إليه الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بتنظيم ندوات تعريفية مع القطاعات الحكومية. واليوم تأتي هذه الورشة بخطة التنمية السنوية 2020-2021 والتي تتعلق بالتنمية البشرية. هناك ركيزة مهمة موجودة عندنا هي ركيزة رأس المال البشري في خططنا التنموية. في الخطة الخمسية الثانية يعني ذكرت هذه الركيزة وبدأت المبادرات والجهود منكم أنتم في تحقيقها ومعاونتنا على أساس أن احنا ننفذها في مختلف جهات الدولة. كما استعرض في الورشة نبذة عن الخطة الإنمائية الثالثة بشكل عام والخطة السنوية بشكل خاص والتي تعتمد على بناء القدرات. الخطة السنوية الجديدة اللي هي يعني اللي احنا بادين فيها راح تكون متزامنة مع الخطة الخمسية الثالثة، وهذه الخطة مثل ما أسلفت هي متميزة لأن فيها مؤشرات أداء، فيها أيضا سياسات موجهة للتنمية البشرية، فيها مؤشرات دولية. مشاريع ذات عوائد تنموية يمكن إدراجها في خطة التنمية شريطة موائمتها مع سياسات الخطة الإنمائية الثالثة، هذا ما تم طلبه من الجهات الحكومية من قبل الأمانة. قدمنا مشروع جديد هو مشروع ميكنة إجراءات والخدمات المقدمة للجمهور والمواطنين والمقيمين، سواء من تطوير عملية الحوادث والفحص الفني وتطوير من مركبات القيادة، تطوير عملية إصدار مركبات القيادة، إنشاء أكاديمية الإطفاء إن شاء الله، وهذه طبعا كلها في خطط يعني مثل 2021 راح تكون خطة إشراك القطاع الخاص في أعمال القطاع الوقاية. بدينا في اختبار المهني الخاص في مجال الإعاقة، تعليم الإعاقة، والحمد لله حطينا الأسس والمعايير وبدينا بالاختبارات، وإن شاء الله خطتنا راح تنتهي في 29/3/2020. حضر العديد من الجهات الحكومية المشاركة في خطة التنمية بهدف وضع الأليات التي سوف يتم اتباعها من قبل هذه الجهات. مروان حرم، تلفزيون دولة الكويت.